مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. مثل ما تعودنا كل اسبوع راح تشوفوا حلقة من فقرة جوك ترافل، فاليوم راح تكون ثاني حلقة من فقرة جوك ترافل. رجع محمود العيساوي لبيته بالنرويج بعد سفرة كتير طويلة لتركيا، تحديدا باسطنبول، حيث آخر شيء عمله هناك كان تجمع مع متابعينه، حيث تفاجأ بكمية الناس اللي كانت بالتجمع، وعبر عن إحساس الفخر والسعادة اللي كان حاسس فيها، وشكره لمتابعينه على كلامهم المحفز والإيجابي بهالبوست على الإنستغرام وهالكومنت. بعد شهر كامل من الدراسة في مدرسة نيويورك فيلم أكاديمي بلوس أنجلوس، عادت نور ستارز عبيتها بميشيغان وصار معاها موقف مرعب بالطيارة. حالياً بالطيارة وحركت الطيارة وراحت، وهلأ رجعنا مرة ثانية على البوابة لأنه في مشكلة ميكانيكية بالطيارة. اللي بيعرف عن هالقصص بليز يحكيني لأنه أنا مرعوبة هلأ، عم حاول هدي حالي. كل اللي بالطيارة متضايقين، تخيلوا عم نطير وبعدين وقف، يعني هيك انه رجعت الطيارة على البوابة لانه في عندهم مشكلة ولازم يعملوا شغلات ميكانيكية بالطيارة فيها مشاكل. واللي جنبي قاعدة حكت مع زوجها، عم قال لزوجها انه انت محظوظة انه يعني عرفوا انه في مشكلة بالطيارة قبل ما تطيروا وتصيروا بالسماء. بس اللي بيعرف عن هالقصة بليز يحكيني بالخاص لانه كثير متوترة، وليك العالم بلشت تتوتر. يعني تخيلوا غراضنا كل شيء بالطيارة. شوفوا لك كل العالم رح يجي فريق كامل للصيانة، وما بعرف شو عم بيصير، بس الناس كلها مرعوبة، كل العالم مرعوبة وأنا مرعوبة. يا رب يا رب استر يا رب، دعولي جايز. واللي بيعرف عن هالقصة يحكيني. اوكي سو طلع في مشكلة بالطيارة ونزلونا من الطيارة، تخيلوا هلأ رجعنا على المطار، هلأ انا قاعدة بالمطار ليكو، كل الطيارة نزلت. بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تخيلوا طرنا وقعد فينا الطيارة، الحمد لله انه يعني رجعونا على القليلة. فما بنعرف امتى حنطير، قالوا اقل شيء لازم تضلوا ساعتين لحتى ممكن نحل المشكلة أو نشوف طيارة تانية تاخدكن على يعني على رحلتكن. تحديث العالم اللي قلقانة، أنا بخير هلأ بالمطار، نزلت الطيارة وطلعنا كلنا منها. هاي أول مرة بحياتي بصير فيه هيك، كتير بطير أنا بالشهر بطير كذا مرة، بس ولا مرة بحياتي صار فيه هيك. قاعدة على الأرض هلأ، في كتير عالم قاعدين على الأرض، خلي فرجيكن وضعي حاليا. هي غراضي، وهي كمان في عالم هون قاعدين وفي هون قاعدين، لكو هاد نايم على الأرض حرام عن جد. المهم الله يستر. اتصلت بماما هلأ، كتير اشتقت لماما، ماما كتير قلقت بس انه حاولت هديها. يا هاد هو التحديث. أما مبارحة فكان آخر يوم لصفا بإسطنبول، حيث شاركت هالصور من رحلتها لهناك، حيث انطلقت هلأ من تركيا لجورجيا. أما مها جعفر وهدي المرعي فكانوا متواجدين قبل أيام بأمستردام للسياحة والاستمتاع، فشاركوا هاي الصور على حساباتهم على الانستغرام. أما هلأ فهم متواجدين ببيوتهم، فمها جعفر متواجدة ببيتها بالسودان. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.